أبوكم كان حكم وحكمه نفذ على الكل واتقال له أمين وحاضر. الموضوع هيفضل سر ما بيننا. مين بقى فيكم اللي طلع السر ده؟ طب ولازمته إيه بس الكلام ده فاطمة؟ يعني إحنا هنبوظ فرحة منار بنت أختنا؟ هو الحقيقة أنا تقريباً عارفة مين ممكن يكون اللي ورا الموضوع ده. بتبصي لي أنا ليه يا فاطمة؟ أنت قصدك يعني إن أنا اللي عملت كده؟ اخس عليكي يا فاطمة. نوال شافتك وانت واقفة مع الوزير قبل اللي حصل ده ما يحصل بالظبط. ده مش دليل يا فاطمة. ما كلنا كنا موجودين وقفنا واتكلمنا معاه. وبعدين هو أنت ليه شايفة إن اللي عمل كده واحد مننا؟ ما كان في ناس كتير موجودة. الناس الكتير دي ملهاش علاقة بمنار وأمينة. ولا ليهم مصلحة في اللي حصل. يا فاطمة ده راجل وزير. يعني ممكن تكون المعلومة جات له عن طريق حد من معارفه هو. والمعلومة دي مش هتجيله غير لحظة الخطوبة بالظبط. ولا قبلها ولا بعدها. ده إيه الصدفة الغريبة دي؟ فاطمة أنا سبت مكتبي وجيت لك علشان ما تزعليش. بس بجد ما ينفعش تتهمينا اتهام زي ده. بعدين الوزير ده لو عمل بحث جنائي عن منار أول حاجة هتطلع له إن أبوها مسجون. أنا أزيكم يا جماعة أنا لازم أمشي. أمين منار يا 18 سنة عدوا بس عمري ما نسيت صورتكم. حتى لو نسيت قلبي عمره ما هيتوه عنكم. عملت كده ليه؟ بلاش تفتحي في الماضي يا بنتي. لا لازم عشان حاسبك. حاسبيني؟ ايوه حاسبك. حاسبك على كل يوم انا واختي عايشنا فيه قطمه واحده لينا اب. حاسبك على كل مره كان نفسي اتربي فيها في حضنك واشتكي لك وانا فاكراك ميت. وانا اهو حضني مفتوح لكم. بس متاخر قوي يا بابا. انا حتى مش عارفه احدد الاحساس اللي جوايا. ابويا اللي عشت عمري كله بورا الفاتحه على روحه شافه دلوقتي قدام عيني. مش عارفه افرح ان انت عايش ولا تقهر ان انت رميتنا. غصب عني. لا ده ارادتك. انت اللي حرقت الارض بايديك. انت اللي اتمعت. فكرت في انا واختي قبل ما تعمل اللي عملته؟ وفكرت ممكن يجرى لنا ايه؟ لو خسرنا ابونا زي ما خسرنا امنا. انا عارف انكم مقهورين. معاكم حق تعملوا اكتر من كده. بس لازم تعرفوا ان صورتكم عمرها ما راحت من بالي. كل يوم كنت بجلد ناس على اللي انا عملته. اوقات افتكروا ان انا مش ندمان. بس الندم بعد فوات الاوان ملوش لازمه. يا بنتي انا عملت اللي عملته ده في لحظه ضعف. كان في شيطان بيوزني يوسوس لي عشان اعمل وانفذ اللي هو عاوزه. لا كلنا بنرمي ذنوبنا على الشيطان كان احنا ملائكه وما بنعملش حاجه. انتوا مش فاهمين حاجه. بس خلاص انا قربت اخرج وهعرف ارجع حقي وهعوضكم عن كل اللي فات. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.